قام إرنست والذي هو مستشار وينتسور بتهريب مهند من قصر وينتسور، ولكن بطريقة غريبة محفوفة بالشك، بينما طلبت الملكة سارة من الأميرة تشارلوت بجلب داني ليذهب مع الأمير آرثر وجوليانا إلى العراق. مرحبا أصدقائي، نبدأ الآن بسرد أحداث الفصل 66 من روايتنا، وعلى ما انتهى عليه الفصل السابق بعد أن غادر السيد وينتسور غاضبا بعد أن علم أن قصره تعرض لهجوم غريب وتم اختطاف من اختطف. وصل السيد وينتسور إلى قصره ليروي له الحرس ومعهم ذلك الحارس المدعو باتي بأن مساعده إرنست دخل وأخذ لوسيفر ومهند ومضياه، وبعد قليل اكتشفوا أن جميع الحرس في داخل المنزل والخدم كانوا نياما وكانوا مخدرين تحت تأثير مادة منومة. طبعا دخل وينتسور للداخل ليرى الخدم وقد استفاقوا من نومهم بما فيهم السيدة إستر. قال لها: ما الذي جرى يا إستر؟ قالت له: سيدي لا أعلم، شعرت فجأة بالنعاس ونمت، ظننت أنه نعاس طبيعي لأستفيق لأكتشف أن جميع من في القصر كانوا نياما. طبعا في تلك اللحظة وصلت أنباء من البوابة الخارجية بأن إرنست قد أتى. طبعا هنا خرج مسرعا وينتسور ليرى إرنست قد وصل، ثم قام وينتسور بصفع إرنست وقال له: أيها الوغد، كيف تخونني وتفعل بي هذا؟ قال له إرنست: سيدي أرجوك، أنا لم أفعل شيء، أنا أيضا سمعت بما سمعت. قال له: كيف هذا أيها الأحمق، الحرس يشهدون بأنك قد أتيت وفعلت ما فعلت، لقد خطفت لوسيفر وأسيري آدم، من طلب منك هذا؟ اعترف انه روتشيلد اليس كذلك؟ سوف اربطك مكان لوسيفر. لا لا، ان لوسيفر اشرف منك ايها الوغد، سوف اقوم بقطع رأسك. في تلك اللحظة
جاء اتصال من السيد إدموند روش إلى وينتسور. غضب وينتسور وقال لهم: هذا الوغد، ما الذي يريده مني في هذه الساعة؟ ثم تذكر وينتسور كيف أن إدموند روش قد حذره بأنه سيتعرض إلى هجوم. قال له إدموند روش: لقد اختطف منك حصان وشخص. قال له: وكيف علمت؟ قال له: أتعلم أني لا يخفى عني شيء، لقد نبهتك يا وينتسور بأن قصرك معرض للهجوم، ولكن أنت كنت متكبرا قليلا ووثقت من احتياطاتك. قال له وينتسور: نعم، إنها خيانة من حارسي. قال له: لا، لم يذكر لي من أوصل لي الخبر بأن حارسك كان قد خرج من ذلك القصر، وصف لي بأن شخصا غريبا قد دخل ثم خرج برفقة الحصان وشخص آخر أظن أنه المدعو آدم. عموما يا وينتسور، أنا أعرف كيف استطاعوا اختراق قصرك، وبالتحديد كيف استطاعوا اختراق الطوق السحري لقصرك، وكيف لم تكتشف أنت بأنه استخدموا سحر التجسيد. صدم وينتسور من كلمة سحر التجسيد، وقال له طبعا روش: يجب أن أتكلم في أقرب فرصة يا وينتسور، إن لم تحل هذا الموضوع على وجه السرعة ستكون أيضا أنت في خطر. ثم أغلق الاتصال. نظر إرنست إلى السيد وينتسور، قال له: سيدي، أنا لم أدخل إلى القصر، أنا كنت برفقة ولديك آن وأرييل، بإمكانك الاتصال بهم وسؤالهم بأنني كنت معهم طيلة هذا الوقت ولم أفارقهم لحظة. قال له وينتسور: إن كانوا قد استخدموا سحرا كيف لم تستشعر الأحصنة؟ ثم نظر إلى باتي وقال له: هل لاحظت حركة غريبة من الأحصنة؟ قال له: سيدي، لا أبدا، الأحصنة كانت مستقرة. ولكن، قال له وينتسور: ولكن ماذا يا باتي؟ قال له: سيدي، كنت أشعر بهالة سحرية، ولكن لم أرى شيئا غريبا، كانت الأحصنة ساكنة، لذا لم أتصرف. وعندما رأيت السيد إرنست قادما من الطبيعي أن لا أسأله لما أتيت وأين ذهبت، فهو أعلى مني منصبا. احتار وينتسور بالذي جرى وقال: عموما كبلوا إرنست وادخلوه إلى الزنزانة ريثما أعود، هناك شيء يجب أن أتأكد منه. ننتقل بالأحداث إلى مملكة أنجليانا، بالتحديد إلى أطراف الغابة، حيث كان هنالك كوخ الجدة، حيث وصلت الأميرة تشارلوت وبرفقتها الأميرة إليزابيث والقائد إلى الكوخ. طرقوا الباب وفتحت سلمى الباب ثم قالت لهم: تفضلوا، وذهبت وهي تصيح تقول: جدتي جدتي، إنه القائد والأميرة إليزابيث طبعا، ومعهم سيدة لا أعلم من هي. طبعا داخل الكوخ لم تكن موجودة سوى الجدة. في الغرفة الداخلية كان السيد جونسون يبدو أنه نائم، وكانت الأميرة ديانا في غرفتها طبعا وهي تفكر بحال أبيها، بينما دارك أنجل خرج ليشتري بعض الأغراض. قالت لهم الجدة: تفضلوا. جلس القائد طبعا والأميرة إليزابيث والأميرة تشارلوت. نظرت الجدة إلى الأميرة إليزابيث والأميرة تشارلوت، قالت له: أيها القائد، هل تظن أن كوخي أصبح فندقا؟ ألا يكفي من هم هنا؟ هذا العجوز الخرف معي، والأميرة ديانا أيضا موجودة وحفيدتي، بالإضافة إلى زملائك في الفرقة، من ستحضر أيضا؟ من هاتان الشابتان الجميلتان؟ نظرت إليها تشارلوت وقالت لها: أنت الإمرأة العجوز التي كان يكن لها حبيبي بعض الود. نظرت إليها الجدة
وقالت لها: أتقولين عني عجوز أيتها الشقية؟ حسنا حسنا، بما أنك ضيفة عندي لن أعاقبك على هذه الكلمة، ولكن من هو حبيبك ومن أنت بالأحرى؟ قالت لها الأميرة شارلوت: ألا تعرفين السيد آدم؟ قالت لها الجدة: أعلم أعلم ذلك الوقح، أعرفه جيدا، بالفعل وقاحتك ذكرتني بوقاحتك بوقاحته، من تكونين أنت؟ قالت لها الأميرة شارلوت: أنا زوجته. صدمت الجدة من هذا الكلام، قالت: أهو متزوج؟ قالت لها الأميرة شارلوت: لا لا، أقصد زوجته المستقبلية. طبعا وسط ضحك القائد والأميرة إليزابيث، قالت الجدة للقائد: هل هذه الشقية مجنونة أم عاقلة؟ قال لها القائد: جدتي، هذه هي الأميرة شارلوت، ألم تري صورتها على شاشات التلفاز؟ قالت له: لا يا سيد، أنا نظري لا يصل إلى مستوى الأمراء، ألا يكفي أن لدي أميرة الآن؟ ومن هذه الشقية الأخرى؟ قال لها: هي أيضا أميرة، إنها الأميرة إليزابيث. نظرت إليهم الجدة وقالت: أنا لا أعلم، لديكم قصر بكنغهام بأكمله، تركتموه وأتيتم إلى كوخي، ما أعلم ما هذا الكوخ الذي يقطن به الآن ثلاثة أميرات. نظرت إليزابيث بهدوء إلى الجدة وقالت لها: نستميحك عذرا يا جدتي، لقد أتيت لزيارة ابنة عم الأميرة دايانا، أردت الاطمئنان عليها، فهي في حالة سيئة ويجب أن أواسيها قليلا، وأيضا يجب أن أسألها عن أخبار عم الأمير ريتشارد. نظرت الجدة طبعا إلى الأميرة إليزابيث وقالت لها: أنت فتاة طيبة، بالفعل تشبهين دايانا، ولكن أنت أيتها الأميرة شارلوت تشبهين عجوزا رأيتها من قبل، ولكن لا لا، تلك لا علاقة لها بالأمراء. طبعا الجدة كانت تقصد الأرملة السوداء. نظر القائد، قال لها: بل إنها جدتها. بالتأكيد أنت تقصدين الأرملة السوداء، تلك العجوز الذي أطلقت النار على الأمير ويليام. قالت له الجدة: نعم إنها هي. قال لها القائد: هل تعلمين أنها جدة ذلك الأمير الذي أطلقت النار على ساقه؟ صدمت الجدة، قالت لها: أو تطلق الجدة النار على حفيدها؟ قال لها: نعم، وهذه هي شقيقة الشخص الذي أطلق عليه النار. قالت الجدة: نعم تذكرت، لقد كنت أنت برفقته. ما هذه العائلة الغريبة، جدة تطلق النار على حفيدها وحفيدة أخرى تشبه جدتها بالوقاحة. عموما سلمى، قمي واصنعي شايا لضيوفنا، وأنا سوف أذهب وأحضر الأميرة دايانا وأقول لها أنكم قمتم بزيارتها. ننتقل بالأحداث إلى مملكة أورمجيديا، إلى قلعة أثرية قديمة مهجورة في مكان نائم وسط الظلمة في داخل القلعة. طبعا كان في إحدى غرف تلك القلعة السيد روتشيلد يمشي باتجاه الغرفة طبعا في الممر، وعندما فتح باب الغرفة كان داخل الغرفة على الكرسي وبشكل مكبل مهند. نظر روتشيلد إلى مهند وقال له: أهذا أنت؟ أنت من فعل بنا كل تلك الفظائع؟ أحسنت، لا أعلم إن كنت نجحت بفضل ذكائك أم بفضل غباء من اعتمدنا عليهم ذلك الأحمق ألبرت ولويس، ولكن إلى هنا ينتهي بك المطاف، يجب أن أقتلك أنا، ولكن ما يمنعني أنني أيضا يجب أن أسلمك إلى شخص آخر طلب بأن يعذبك بنفسه ثم يقتلك. نظر مهند إلى السيد روتشيلد وقال له: من أنت؟ وغد آخر؟ أهذه البلاد مليئة بالأوغاد؟
إلى الآن لم أصادف شخصا طيبا. أيعقل أن هذه التربة لا ينبت بها سوى الأنجاس؟ نظر إليه روتشيلد وقال له: لا تتوقح، لست بموضع يخول لك بأن تطرح الأسئلة، أنت هنا لتجيب وتنفذ فقط. عموما لدي شيء جميل، ولدي شيء يخصك، سأريك إياه ولكن بعد قليل. وبعد قليل دخلت السيدة المدعوة أبيجيل، إحدى الأشخاص الأعضاء لمحفل حكماء فريسيون. قالت: إذا جلبناه، هذا أنت، سوف أنتقم منك شر انتقام، لقد قتلت أشخاصا يخصوني وحطمت خططا نسجتها، ولكن آن لك أن تموت. ولكن بالبداية أود أن أطرح عليك سؤالا، قيل لي بأنك تكلمت عن إكسير الحياة، بأنك تصدق بوجوده. قطعها روتشيلد وقال لها: أتعتقدين بهذه الخرافة يا أبيجيل؟ قالت له: ليست خرافة، أولست أقف أمامك؟ انظر يا روتشيلد، أنا أكبر منك سنا بعدة سنوات، ولكن انظر لي، أبدو شابة مقارنة بك. لا تظن بأني أسخر منك، ولكن تخيل بمجرد بأنني حفيدة لجد بعيد قد شرب من هذا الماء منذ عدة قرون، وما زلت أحتفظ بقليل من شبابي. تخيل هذا التأثير منذ تلك السنين، فما بالك لو تجرعت بشربة من هذا الإكسير الآن. قل لي يا آدم، هل لديك معلومات وفق ثقافتكم عن مكان ماء الحياة؟ قال لها: أمثالك لا يليق بهم ماء الحياة، بل يليق بهم حميم الموت. لقد وعدت تلك الوغدة التي كان اسمها إستر بأنني سوف أسقيها من إكسير الموت، وأنت أيضا سوف أسقيك من إكسير الموت. قالت له: كما وصفوك لي وقحا وأنت في أضعف حالاتك. حسنا يا روتشيلد، سلمني إياه. قال لها روتشيلد: لا، ليس هذا اتفاقنا، يجب أن نجري عليه بعض الاختبارات. أنا قلت لك بأنه سيكون فأر تجارب لي، وبعدها سوف أسلمه لك يا أبيجيل. لا تنسي يا أبيجيل، اتفقنا بأنه سيكون فأر تجارب لدي. اصبري اصبري، ثم سوف أعطيك إياه، فلا شأن لي به. أخذ مهند إلى غرفة ثانية مصنوع فيها أخدود نجمي، يعني أخدود على هيئة نجمة سداسية. طبعا ذلك الأخدود وضع به مهند، طبعا رأسه يشكل أحد رؤوس النجمة، ويديه أحد الرأسين الآخرين، أن أصبحت ثلاثة رؤوس، بينما التصق ساقيه للأمام داخل الأخدود. ولكن الصدمة كانت أنه داخل الأخدود كانت هنالك مايا ممددة ليشكل رأسها ويديها مع رأس مهند ويديه هيئة نجمة سداسية، بينما التصقت أقدام مايا ومهند بالتقابل. طبعا قاموا بجرح مهند من رأسه وأطراف يديه وقدمه، وأيضا قاموا بجرح مايا والتي كانت تحت تأثير التخدير غائبة عن الوعي، أيضا من رأسها وأطرافها من يديها وقدمها، وبدأت دماؤهم بالسيلان داخل الأخدود. ثم أوتي بستة حيوانات، وضع كل حيوان عند رأس من رؤوس النجمة، وقاموا
ذبح تلك الحيوانات وجعل دمائها تجري داخل ذلك الأخدود. والحيوانات كانت عبارة عن خنزير وبقرة وأفعى وقط وغراب وهدهد. بدأت دماء تلك الحيوانات تسيل داخل الأخدود لتختلط بدماء كل من مايا ومهند، ثم أوتي بإناء ووضع به قليلا من دماء كل حيوان من هذه الحيوانات الستة، بالإضافة إلى قطرات دم من مايا وقطرات دم من مهند، وخلط المزيج مع شيء آخر موجود داخل الإناء، ثم أدخل ذلك المزيج داخل فم مهند بالإجبار ليدعوه يتجرع ذلك المشروب وهو مقيد مرغما. حاول المقاومة إلا أنه لم يستطع، قاموا بسد أنفه لإجباره على ابتلاع ذلك المشروب، وبدأ ذلك المشروب يدخل داخل معدة مهند، وما هي إلا لحظات حتى شعر مهند بأنه غارق في بحر من الظلام. فقد مهند جميع حواسه، فلم يعد يسمع أو يرى شيئا سوى بحر من الظلام وهو يغوص في داخله. طبعا هنا نظر روتشيلد إلى أبيجيل وقال لها: سيبقى معنا أن نتيجة هذا الشيء سوف تظهر لربما بعد يوم، اذهبي وعندما أنتهي منه سوف أخبرك وأسلمك إياه يا أبيجيل. ننتقل بالأحداث إلى مملكة أنجليانا، بالتحديد إلى الكوخ، حيث كانت الجدة تجلس مع الضيوف طبعا، ودخل السيد جونسون طبعا وجلس معهم، وحضر أيضا دارك أنجل. أوضحت شارلوت ما الذي أخبرته جدتها الأرملة السوداء لها، ثم قالت لهم الجدة: وما الذي أدراكم من أنها خدعة أو فخ من تلك العجوز الشمطاء؟ أنا لا أثق بجدتك كثيرا يا أيتها الأميرة شارلوت. قالت لها شارلوت: لا، أنا كنت حاضرة عندما أتت ابنة عمي كاترين. أنت تعرفين كاترين يا ديانا، إنها طيبة. قالت ديانا: نعم، أنا أثق بها، أنا أعلم أنها مختلفة عن والدها. قالت لها شارلوت: أنت تعلمين أني لا أهتم بكل هذه الأمور، ولا مصلحة لي لا مع جوليانا ولا حتى مع آرثر، سوى أنها رسالة ويجب أن أوصلها. يبدو أن آدم أرسل رسالة عن طريق كاترين عندما كان مسجونا في قصر والدها. فحوى تلك الرسالة أنه وجد علاجا لجوليانا، وأنه سوف يساعد حتى الأمير آرثر والذي هو مصاب بنفس مرض جوليانا، ولكن العلاج ليس موجود هنا. نظر جونسون وقال لهم: أين سوف تأخذون ابنتي؟ قالت له الأميرة شارلوت: ليست ابنتك وحدك، فهناك أمير سوف يرافقها. أتخشى على ابنتك وهي برفقة أمير؟ نظرت الجدة إليها وقالت: بتنا نخشى من مرافقة الأمراء، ألا تنظرين إلى حالتكم وأنتم متجمعين في هذا الكوخ كأنكم لصوص؟ قالت لها شارلوت: أنا أعي ما أقول، سوف يذهب داني برفقة كل من الأمير آرثر وجوليانا باتجاه العراق. هذا ما أوصى به مهند، وفي الرسالة تفاصيل بالمكان الذي سوف يأخذهم ليعالجهم به. بالطبع سوف نرسل حرسا يراقبونهم عن بعد في حال حدث شيء. قال لهم داني: أنا جاهز. نظر جونسون وهو متردد، نظرت إليه شارلوت وقالت له: أيها العجوز، لا تظن أني أتيت إلى هنا كي أخذ برأيك، قد تقرر الأمر. قال لها: حسنا، ولكن سوف أرافقك، يجب أن أودع ابنتي، لن تستطيعين أن تحرميني من هذا. قالت له: نحن ذاهبون إلى قصر بكنغهام، لسنا ذاهبين إلى رحلة. قال لها: إنها ابنتي. نظرت الجدة إلى الأميرة شارلوت وقالت: لن تتحركوا دون أن تأخذونه معكم، إنها ابنته في النهاية، لن تحرمون الأب من رؤية ابنته. نظرت شارلوت جيدا إلى عيني الجدة وقالت: حسن،
فقط لأنك غالية عند حبيبي آدم، لن أرفض لك طلبا. تجهز، سوف نأخذك معنا، وتجهز أنت أيضا يا داني. ثم خرج داني والسيد جونسون برفقة الأميرة شارلوت باتجاه قصر باكنغهام، بينما بقي القائد وإليزابيث منتظرين في الكوخ ريثما تعود الأميرة شارلوت. ننتقل بالأحداث إلى مملكة أورماجيديا، إلى قصر إدموند روش، حيث وصل السيد وينسور إلى لمقابلة إدموند روش. طبعا خرج إدموند روش واستقبله عند بوابة القصر واحتضنه وقال له: لن أفعل كما فعلت يا وينسور عندما استقبلتني بمكتبك وجعلت الخدمة هم من يستقبلوني عند البوابة. قال له وينسور: لننسى الماضي يا روش، سوف نشكل تحالفا سوية. لا أنكر أنني أخطأت بمعاملتك، ولكن لا تلمني، فلم تكن بيننا صداقة. قال له إدموند روش: لا عليك لا عليك، تفضل وادخل إلى منزلي. قال له: لما لا نتمشى في الحديقة؟ قال له إدموند: لا تخاف يا وينسور، لا أحد يستطيع التجسس على إدموند روش، إدموند روش هو من يتجسس على العالم، تفضل وادخل. دخل إدموند روش برفقة وينسور إلى داخل الصالة، حيث كان يجلس ولده موريس وابنته روث. قال له وينسور: فلأعرفك على أبنائي، هذا ولدي موريس. صافح موريس طبعا يد روش، واقتربت روث روش من السيد وينسور وانحنت لتقبل يد السيد وينسور، إلى أنه منعها من تقبيل يده وأمسكها وقبلها من رأسها. قال لها: ابنة عاقلة، أتمنى عندما تكبر ابنتي تصبح بمثل عقلك واتزانك يا روش يا روث. نظر إدموند روش إلى وينسور وقال له: لقد اخترقوا قصرك عن طريق طقوس السحر التجسيدي. قال له وينسور: وكيف استطاعوا هذا؟ قال له: أتذكر تلك الشقية المدعوة مريم؟ لقد قللنا من شأنها، يبدو أن لدمائها القدرة على فتح بوابات التجسيد، لذا استطاعوا أن يجسدوا شخصا بهيئة مساعدك إرنست، لذا دخل هنالك وقد خيل لجميع حراسك بأنه إرنست، ولكن بالحقيقة هو ليس إرنست. قال له: ولكن لما لم تستشعر الأحصنة عندي بطقوس السحر؟ قال له: لأنهم أيضا استخدموا دمائها لإيقاف سحر الأحصنة الذي لديك، وأعتقد أنهم قاموا بخلط دماء حصان ذبحوه مع دماء مريم ووضعها على جسد ذلك الشخص المتجسد، لذا لم تستطع الأحصنة تجسيد ألم تستطع الأحصنة أن تستشعر بذلك السحر؟ قال له وينسور: وما اقتراحك يا إدموند؟ قال له: يجب أن نخترقهم بنفس الطريقة. قال له وينسور: عن طريق سحر التجسيد؟ وكيف لنا أن نستطيع هذا؟ قال له: سنأخذ المفتاح الذي لديهم. نظر إليه وينسور وقال له: أتقصد مريم؟ قال له: نعم. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.